أم تسحر ولدها. هذه قصة واحدة من متابعاتي تقول تزوجت زوجي بعد علاقة حب لمدة 7 سنوات وأمه كانت رافضة هذا الشيء، وكانت أغلبية الوقت منكد علينا حياتنا، لكن لأنهم كانوا يحبون بعض كانوا يتجنبون أي شيء يجي من طرف أمه. إلى أن جاء يوم من الأيام كانت هي وزوجها راجعين من السفر متجهين إلى بيتهم من المطار، وصار لهم حادث الله يكفينا وإياكم الشر. طبعا الحادث كان قوي مرة لدرجة ان القزاز الامامي للسيارة انكسر والبنت طلعت من القزاز. زوجها ما تضرر كثير من الحادث، مجرد خدوش بسيطة ورضوض. اما البنت فوقت ما صار الحادث هي كانت حامل بالشهر الخامس، وعشان تحمي جنينها كانت حاطة يدها عند بطنها واليد الثانية كانت تحمي وجهها فيها. اللي حصل انه صار عندها كسر باليدين، زائد في قطعة من القزاز ادخلت بساقها من ورا كاملة، كانت قطعة كبيرة جدا. جلست فترة طويلة بالمستشفى تعبانة نفسيا وجسديا وتحاول تعالج رجلها ويدينها، وكان الموضوع جدا صعب عليها خصوصا بعد وفاة جنينها. الله يجعله طير من طيور الجنة يا رب. فطبعا طوال هذه الفترة زوجها كان معاه وكان يساعدها فيها. طبعا بهذه الفترة الأم كانت تحاول تقنع الولد أنه يتزوج. زوجتك تعبانة ومرضانة ومن مستشفى المستشفى، ايش تبي فيها؟ تعالى زوجك. نجي شوي ليش الأم رفض هذا الزواج، لأن البنت تقول إن أنا من مدينة مختلفة عن مدينتهم، زائد تقول وضعي المادي كان مختلف تماما عن وضع زوجي المادي، وأنا ما كنت أشوف هذا الشيء عائق ولا كنت أتفشل منه، لكن أم زوجي كانت تشوف إنه عائق كبير لموضوع زواجنا. نجي لكيف عرفت إن أم الزوج خطبت لزوجها؟ لأن في يوم من الأيام فجأة بدون أي مقدمات أم الزوج جتها للبيت بعد ما هي طلعت من المستشفى، وبكل بساطة وبكل بجاحة جتها وقالت لها أنا خطبت لبنت فلانة وهو رفضها، هي بنت عائلة وحسب ونسب ولا لا لا لا، وأنتي تكلمت عليها هي. وكانت طول الوقت وهي تصارخ تمشي بالبيت وتدور وتكسر، لفت البيت كامل. ومن ضمن الكلام اللي أم الزوج قالت لها إياه أن أنتي كنتي سبب في موت ظناه، زائد ليش تخلينا يتمرمط معك من مستشفى لمستشفى وانتي مرضانة وتعبانة وبلا بلا 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 بلا. اولا مالك دخل، اولا هذه زوجته وجدا طبيعي انه هو يوقف معها بوقت تعبها. ثانيا الجنين اللي توفى جنينها هي بعد، انتي مو حزانة اكثر منها عليه. جت ام الزوج انثرت سمها بالكلام اللي ما له داعي، واتوقع انثرت سمها في ارجاء البيت، تقول هذا يوم وذاك يوم ثاني. من بعدها صرت أكره زوجي ولا أداني ولا أبيه، لدرجة أني رحت جلست عند أهلي ونمت عندهم وقلت له ما أبيك. الزوج لما شاف زوجته فجأة تغيرت عليه ولا عدت بي وبيت أهلها، وكل ما جاي بيسولف معها ولا يكلمها ولا حتى يبي يسألها إيش فيك ترفض أنه تتجاوب معه، زائد كانت حالتها الصحية كل ما لها تتدهور. فكر شوي هو أخوه قالوا طيب خلينا مثلا نقولها ان انا بتزوج، يمكن تغار علي فجأة وترجع لي. هذا الاتفاق كان بين الزوج واخوها. جاء اخوها ولمح قدامها ان ترى فلان بيتزوج، كانت ردت فعلها ان عادي خلي يروح يتزوج ما يهمني انا اساسا ما ابغاه. بهذه اللحظة الزوج استاء وفقد الامل صراحة بزوجته يعني، فقال خليني اعطيها وقتها ومساحتها وتجلس بينها وبين نفسها وتفكر. شال نفسه وراح للبيت، وأول ما دخل البيت جت العاملة قالت له أنا ما عاد بشتغل في بيتكم هذا. ليه يا بنت الحلال وش صاير؟ بيتكم بيت أشباح. أنا بالليل صرت أسمع أصوات ناس بالبيت، وأنا نظف المطبخ بالقزاز أشوف فيه أوادم وراي، أنا ما أبغى أشتغل هنا، مكانكم وبيتكم يخوف ما أبغى. قام الزوج هذا العاملة قال يا بنت الحلال استهدي بالله، ما أنتي مسافرة ولا شيء، بشغل القرآن بالبيت وأجلسي واسمعي. شغل القرآن هو والعاملة، اسمعوا القرآن وراح نام. نام وشاف زوجته بالحلم داخل غرفة قزاز، وغرفة القزاز هذا كانت قاعدة تحترق، وأمه كانت واقفة برا غرفة القزاز وتناظر لزوجته وتضحك بقهقهات مستفزة. قام الزوج من النوم مرة متضايق لأن يقول الحلم كان كأنه حقيقة وواقع، وكان مفزوع بنفس الوقت. توضأ، كان وقتها صلاة فجر، وصلى الفجر ورجع نام. رجع نام شاف حلم ثاني يقول كنت في سطح كبير وفي زاوية كان فيه
حرمة كبيرة وطويلة جداً، لابسة زي الخمار أسود، وترقص على زي ال 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 الطبل أو صوت مزمار، وبنفس الوقت كانت تأشر علي، وجنبها أمي، وكلهم يضحكون بنفس القهقهة المستفزة. وبنفس الوقت بالحلم يقول كنت أحس نفسي كأني مربوط، لا أقدر أتحرك ولا أقدر أسوي شيء. الزوج هنا فكر أنه ممكن يكون ضغط نفسي الأحلام هذه، يعني ما فكر أن لها معنى نهائيا. فقام ثاني يوم من النوم، راح لأهله، كمل حياته طبيعية. بعدها راح لزوجته قال لها اسمعي اختصري، يا أنك ترجعين معي ونحل مواضيعنا مع بعض، يا أننا ننفصل. البنت وقتها كان الشيء الوحيد اللي تسويه أنها تبكي ومن قوة التعب تنام. المهم أنا زوجتها رجعت معها للبيت واستمرت على نفس الحالة، تعبانة وطريحة الفراش، ودائما يوميا تقوم تتهاوش معها وترجع تنام، تقوم تتهاوش معها وترجع تنام، وتغلط عليها وتغلط على أهلها، يعني صارت إنسانة ثانية. إلى أن الزوج فجأة خلاص طلع من طوره، قال لها خذي قشك وروحي بيت أهلك خلاص. المهم أخذ زوجته وقشة وداها لبيت أهلها وقال خذوا بنتكم أنا ما أبيها بطلقها خلاص. جاء أخوها إنسان فاهم واعي عاقل، أنا أقدم لك كل الشكر والتقدير على التضحيات اللي كان يسويها بهذه القصة، لأنه فعلا إذا شخص من عائلتك ما وقف معك زي كذا ما يعتبر فرد من العائلة. قال لا اسمع، إحنا كلنا شاكين بوضع أختي إنه مو طبيعي، عطنا أسبوعين نبغى نقرأ عليها، وبعدين إذا استمر الوضع زي كذا خلاص كيفكم تطلقوا، بس إن إحنا نكون عملنا بالأسباب. فقال الزوج خلاص أنا صبرت أشهر ومدة طويلة ما فرقت معي الأسبوعين بصبرها. خلال الأسبوعين هذه أخت الزوج صار عند أحد عيالها ظرف صحي بالمستشفى، فالزوج راح لها للمستشفى يعني يساند أخته. فمسكت أخته على جنب وقالت له أسمع، ترى فلانة الأفلام والشو هذا اللي تسويه لا هي مسحورة ولا هم يحزنون، هي ما تبيك، وإن آخر فترة أنا ومدري مين ملاحظينها أنا 24 ساعة بالجوال تكلم، وواضح أنها تكلم واحد، وأكيد أنها بعلاقة مع واحد، بما معنى أنها تبغاك تطلقها عشان هي تتزوج هذا الواحد الثاني. حطت فيها شيء مو فيها. طبعا الزوج هنا طلع من طوره، ركض اتجه البيت أهلها، بنتكم وبنتكم وسوت وحطت لا. أخوها الله يطول بعمره ويمده بالصحة والعافية مسك الزوج وهداه وقال له اسمع اترك عنك سوالف الحريم، اختي بما معنى طريحة الفراش وتعبانة وجوالها اساسا صار لفترة طويلة مقفل من كثر ما هي تعبانة، تكلم مين بالضبط؟ هنا الزوج هدى واستوعب ان اختها بس كانت تدور مشاكل وخراب البيوت. المهم بعد فترة من القراءات البنت بدأ وضعها الصحي يتحسن، بدأت ترجع للحياة وتحب الحياة، وبدأت ترجع شخصيتها لطيفة زي قبل. وطوال هذه الفترة الأم والخوات والخالات كانوا يقنعونها مسحورة تعبانة مرضانة ايش تبي فيها طلقها، وهو كان مصر انه هو ينتظر لانه هو عنده امل فيها وهو يحبها يا غيورات. اثناء فترات القراءة كانت البنت دائما تشوف ام زوجها قدامها وقت ما كان الشيخ يقرأ آيات حرق للسحر وما الى ذلك، وايضا شافت مكان او انطقت بمكان مزرعة مخصصة لها ببيتها هي كانت تزرع فيها، وفعلا بعد ما راحوا وحفروا بهذا المكان لقوا في عمل بهذا المكان. طبعا الى الان احنا ما نقدر نثبت ان ام الزوج هي اللي سوت هذا الشيء، ولا نقدر نحط بدمتنا، ولا نقدر نقول انها هي اللي سوتها، لكن الزوج جاه فلاش باك على الاحلام اللي هو حلمها وحس ان لا في رابط، فقرر انه يشيل حاله ويروح لامه ويواجهها وقال لها اسمعي ترى انا داري ان انت ساحره فلانة. تحسبون الام قالت ظالمني؟ لا طبعا، كل بجاح وبكل قلة أدب قالت إيه أنا اللي سحرتها، وأنا اللي جيت وأنا اللي حطيت وأنا اللي سويت، ولو بترجع لها برجع أسوي مرة ثانية. المهم تهاوش والزوج سحب على أمه وراح لزوجته، وزوجته تعافت وعاشوا مع بعض حياة سعيدة هنية. لكن الزوجة لأن فيها خير دائما تخليه يروح يسلم على أمه مهما كان تقول أمه، ومحافظين على أذكارهم وصلاتهم. والجزء الحلو بالموضوع أن صاحبة القصة وهي تكتب لي كانت حامل، ووقت ما كلمتني ولدت وصار عندهم أول بيبي، وأرسلت لي صور الكتكوت الصغيرة وتقول أن أنا وجه خير عليها،
لأنها طولت بفترة الحمل. أحس إني مرة مبسوطة كأن أختي اللي ولدت. باي.